انا ساكن في المحمديه بعدا اولا، ثانيا كنعانيو بزاف السكينه المحمديه كتعاني بزاف من كلاب الطار. انا شخصيا الصباح كنمشي للخدمه، يعني خصني نوض خصني ندعي كنقول يا ربي ما نلقاش شي كلب، ما نلقاش شي كلب حاشاك ما نلقاش في الدرب، حتى ملي كنلقى جوج ثلاثه اربعه يعني باش كتكون غادي كنشهد بيني وبينك، زعما كنشهد باش كنمشي للخدمه يوميا هادشي يوميا. دابا في الاونه الاخيره بداو كيحصيو الكلاب وبداو باغيين يعقموهم، يعني الدوله هي عارفه بالحجم ديال هذا المشكل، بغات دير بحال السيستم اللي دايره تركيا، يعني تشد الكلاب تعقمها باش تبقى تولد، كيديروا لهم كاستراسيون. هذه القضيه مزيانه، ولكن راه الدور الاول راه هي الجماعات المحليه. الجماعات المحليه راه عندهم سيرفيس ديال هذا الشيء، ما كيقوموش بالدور المويه، ما كيقوموش، كيقول لك حنا ما عندناش المويه باش نخدموا، خاصنا نجيبوا جمعيات هما اللي يديروا هذا الشيء. بالعكس كاينين جمعيات، وانا كنعرف كاينين جمعيات كاينين برا باغيين باش يخدموا وجاوا باش يخدموا، ولكن ما كاينش، كاين حبر على ورق. حنا غنديروا معاكم غندلوا لكم هذه البلاصه، هذا اللوكال غتجمعوا فيه الكلاب غديروا، ولكن في اخر المطاف ما كاين حتى شي حاجه. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا جوج مرات عضني واحد الكلب في كازا، ومره الثانيه عضني واحد الكلب في ليساس فالفوق، هي جوج مرات، ودقيت البرا باش انا ديما بقى يعضوني الكلاب، خصهم يديروا شي حل المسؤولين باش يحيدوا لنا هاد الكلاب هادو. تنوض الصباح بكري، انا ما تنخافش من البشر، تنخاف عامل الكلاب. بنادم تنقول يا ربي دوز حدايا الانسان والبشر، تيدوزم حدايا الكلاب تيبداو ينبحوا. واحد المره عطني كلب هنا، المره الثانيه عطني الكلب ثاني هنا، مشيت للسبيطار تنجري. ولا اله الا الله محمد رسول الله، شوفوا لنا شي حل مع هاد الكلاب، الله يرحم الوالدين، شوفوا لنا شي حل، ديهم للسبيطار ولا شي جمعيه تبناهم وديهم وتربيهم، مالنا واش انا بقى يعضوا فيا. الله يرحم الوالدين. ليساسبا عامره بزاف بالكلاب، وعرفتي راه بزاف الكلاب كاينين في ليساسبا. انا في الصباح بكري صاحبي جوج مرات عضوني، وراه هاد المره اللي عضني المره الثالثه راه غادي الله يسرها، كاين اللي قطع رجليه اخويا العزيز، كاين اللي طلع ليه السم مع قلبه ومات. هاد الكلاب هادو صاحبي حنا راه في 2022، يعني ماشي 2023 ويبقاو الكلاب يدوروا عندنا بحال هكا غاديين جايين. واش عباد الله نبقى غادي في الطريق وهاج الحجر؟ تنبقى غادي في الطريق وهاج الحجر، بنادم تيقول هذا مالو ضرب مع شي واحد وغادي وتندور بحال هكا وخايف. خايف لا عندني شي كلب، واحد المره اقسم بالله الا جاي كلب على الغفله مع الدوره غندور لقيتو تيدير فمو هكا بحال هكا، وانا نقول له سير سير هو يمشي، كون ما شفتوش كان غيعضني الكلب. والله العظيم درنا شي حلم مع هاد الكلاب الله يرحم الوالدين. انا المشكل كنعانيو منه بزاف، دابا كتخرج بعض المرات كتخرج في الصباح كتلقى جوج ثلاثه في الزنقه، فهمتي ما عندهمش ماليهم. قلت لك هذاك الشيء واحد النهار انا طرات لي واحد الصديق ديالي، كنا راكبين في موطور بحال هكا وما يخرجوني شي 8 وبالليل وما كاينش اللي يفك، فهمتي ما عندهمش ماليهم. وهذا ما تعرفش داك الشيء الا 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 عضك يكون فيه شي جورطومه ولا شي حاجه تقدر تمشي للكلينيك، تقدر فهمتي غيوصلك داك الشيء. اللهم زعما كنطلبوا المسؤولين يديروا لنا شي حل لهذا الشيء، زعما علاش كنشوف شي مدن بحال تقريبا بحال اكادير انزكان بعض المرات كيديروا شي حملات كيجيبوا هذوك اللي عندهم، فهمتي اللي عندهم دوك اش كيسميهم دوك اللي عندهم القرطاس وهذا كيقتلوهم، كيدير دوك الحملات كيقتلوهم كيحيدوهم. ولكن هنا لاكازا كنشوفوا زعما ما كاين حتى شي، واخا كثروا زعما الدراري ديال المدرسه وهذا، كاين الدراري دابا 7 سنين 8 سنين المدرسه مثلا كتبعد عليه ب 200 متر وكيقول والديه ماشي مشكل كيمشي بوحدو، فهمتي كيمشي بوحدو، ومن بعد دوك الكلاب دابا الى تعرضوا له هذا راه الطفل في خطر. كثروا بزاف، كنكون غادي في الطريق حتى كيخرجوا لي المجاحم، ولا كنكون غادي في الموطور ديالي ولا غادي نصلي الفجر ولا شي حاجه كيخرجوا لي. هادشي حنا بغينا يتحبس ديال المجاحم، هادشي كامل بغينا يتحبس ان شاء الله. كان بنت الخوادري صغيره عضها، مشينا ديناها للطبيب، براوات شحال من حاجه بسبب هاد المجاحم اللي ولاو في الزنقه.